ينبغي علينا دائما أن نعود أنفسنا إذا بدأنا بالحديث، وأكيد يكون حديث فيه خير، حتى وإحنا بنتكلم في أمور الدنيا بيكون فيه منفعة، بيكون فيه أمر، فيه نصح للآخرين. فنبدأ دائما الحديث ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. وهذا ما قاله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند. قال عليه الصلاة والسلام: كل كلام، أو قال كل أمر ذي بال. ذي بال يعني له شرف في الشرع، مثل حديثنا عن أمور الدين. كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر، أو قال فهو أقطع. وفي رواية قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، يعني يكون ناقصا. حتى نبدأ الحديث، أو قبل أن نبدأ بالحديث الذي هو من الأحاديث المفيدة والنافعة، نبدأ بالبسملة والحمدلة عملا بالحديث، وبالصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.